سكر الميكرو والقلة، عارفين سكر الميكرو؟ أوكي وتسمعوني، واللي عنده كيستيون ينجم يسألني. بي بالنسبة لدرس اليوم نورمالمون هو باش نكملوا بالنسبة للدرس تاع جماعة البروميير اني، تذكر تاع الرياكسيون شيميك، رياكسيون شيميك بالنسبة ترانسفورماسيون شيميك، هذيك هي باش نكملوا بها. معناها كي ما تعرفش انت كيفاش تعمل ايكيليبري ليكواسيون، ومعناها شنو هو هذوك لي رياكتيف، ومعناها شنو رياكتيف ايميتون اون اكسي، وكل الحكايه هذيك الكل، معناها ما تنجمش تكمل فيها الحكايه، ما تنجمش تفهم الدرس هذا. اول حاجه. ثاني حاجه ذوكم لي نومبر دو مول وكل كونتي دو لا ماتير والكونسنتراسيون مولير وماسيك، وكل هذوكم الكل لازم تبداو فاهمينها عارفينها. راح نعمل كل مره راح نعمل غبي باهم ريقله سي بون. اي مدام عايش سي بون مدام سي بون. اي شكون ينجم يقول لي شنو هي الرياكسيون شيميك؟ شنو هو شنو يعني ترانسفورماسيون شيميك؟ شنو نقصدوا بها كي تبدا عندك رياكسيون؟ شنو هو شنو هي شنو الديفينيسيون تاعها؟ تعطينا دي نوفو برودوي سيتادير موديفيكاسيون دو لا كونتيتي دو ماتيير. وي اي مدام هما دي زاتوم يتحولوا لديزيون، يا ديزيون هذاك كي تبدا وي ديزيون تبدل، معناها فما دي نوفو كور معناها باش يظهروا. مدام وي فما دي رياكتيف وفما دي برودوي. دي حاجه بسيطه صحيح، دي حاجه مدام فما ديسباريسيون دي ماتيير يا ابارسيون دي نوفو ماتيير. تري بيان، معناها il y a apparition et disparition des espèces chimiques des nouveaux corps. OK, oui. Et bien بالنسبة apparition باش تظهر انت فهمنا سي بون ريغل بي. اليوم بالنسبة للكور اليوم باش نعرفوا comment évoluer le système l'équation réaction chimique au cours de temps évolution d'un système chimique كيفاش باش يتبدل في الكور دو طون فهمنا. هذاك هو معناها شنو هو البيت نتاع الكور اليوم مريقلة بيه. دونك الوغ بالنسبة للرياكسيون شيميك نعرفهم هما دي رياكتيف، معناها ا رياجي افيك بي باش يعطينا دي نوفو كور. اوكي مريقلة بيه. لي رياكتيف لولاد معناها شنو هو رياكتيف؟ هذوما لي رياكتيف باش تبدل. اعطيني بالنسبة للإيفوليسيون دان وي بي رياكتيف هما سوسون دي سبيس شيميك دون لا كونتيتي دو لا ماتيير ديمينيو. نحكيو على كونتيتي دو لا ماتيير، كونتيتي باش تتبدل معناها باش تنقص باش تظهر دي برودوي. لي برودوي اللي هما شنو باش الكونتي دو لا ماتيير اوغمونت او كور دو طون مريقلة. نحكيو على الكونتي دو لا ماتيير سي بون. وي مدام سي بيان. اوكي بي مريق الوغ شكون ينجم يقول لي معناها شنو هو رياكتيف ليميتان؟ رياكتيف ليميتان هو شنو مدام؟ وي رياكتيف يفضل الاولاد ثقه بركه بي شكون قال لي مدام؟ وي انا قلت لك مدام. وي مدام رياكتيف ليميتون هو اللي اوكور دو لا رياكسيون شيميك. وي. هو اللي باش يرفع الاولاني وباش يبقى الاخر اليون اكسي حاضر. تري بيان شكون عنده بروبليم في الحكايه هذه لازم تعرفوهم راه هذه للباك راه رياكتيف لازم تفرقوا بين رياكتيف ليميتون ورياكتيف اون اكسي. رياكتيف ليميتون فما واحد من لي دو رياكتيف باش يوقف قبل، ورياكتيف اون اكسي باش يقعد مازال قاعد في الرياكسيون سي بون مريقله. دونك وي مادام نوتر سيستيم ايفولو او كور دو طون اي باس دان ايتا انيسيال ان ايتا فينال. دونك باش ناخذ الرياكسيون باش ندخلوا لها الداخل باش نعرفوا كيفاش تتبدل كيفاش تظهروا لي برودوي مريقله. Oui.
B, c'est bon. B. Alors, باش نبداو في حاجه جديده هي tableau d'avancement. Tableau d'avancement. Donc, بالنسبه حكايه évolution, avancement, معناها شنو avancement؟ شنو نقصدوها؟ شنو نقصدو بها l'avancement d'une réaction؟ Oui. يعني باش نشوفوا الرياكسيون كيفاش باش تتطور au cours de temps. Très bien. Très bien. Donc, تحب نعملو نكتب لكم والا شنو باه خلينا نكتب. بالنسبة لافونسمون مدام وي مدام صوت قطع مدام الصوت حاله صوت حاله مدام صوتك بعيد على الاخر يعني نتصور من الكوليكسيون عندكم احنا سي بون حاطين مريق الان صافي اللي عنده ميكرو محلول يسكروا بور لو مومون بي سكروا يبقى نقطتكم سكروا الميكرو بي دونك الو بي هنكمل نطور بي نكتب الإيكواسيون رياكسيون كاملة كل مرة باش نفسرها كل مرة بشوي بشوي نفسروها ب رياكسيون هاكا هذا الكوفيسيون ستيكوميتريك بالنسبة للأ رياجي افيك اون كونتيتي دو ماتيير بالنسبة للبي تعطينا دي نوفو كور مثلا سي مريقلة ب بالنسبة petit a, petit b, petit c, ce sont des coefficients psychométriques. Donc, on a en première année. Les hommes comme a équation, t'abdaan comme a équation, les hommes comme aou el haja, tu vois, est-ce que équilibré ou il l'allait? M'rigala? Et bien, aou el haja, redoubez comme une âge m'a dit comme l'équation, mais il est équilibré. Ou mais il est est-ce que manéha t'nage معناها لازمك تعمل إيكيليبري أوكي مدام بالله أقبل يسر مدام أقبل يسر أوكي وي إيه وما يستعزد قبلت قبلتم تقبل قبلتم كل به به خلينا نكمل خاطر ما عادش توا بكري راهو يسي بهي واضح مثلا بالنسبة للجراند A وجراند B وC وD دونك الA والB نعرفهم دي رياكتيف دونك وC وD هما دي نوفو كور هما لي برودوي بالنسبة للرياكسيون هذه باش نعرفوا كيفاش تتبدل au cours du temps هذيك هي الحكاية أما سو فورم شنو سو فورم دان تابلو بالنسبة évolution, يعني avancement d'une réaction chimique, avancement. كلمة avancement, avancement مربوطة بحاجتين يا إما عطاها لي بالكونتي دو لا ماتيير يعني X, X كونتيتي دو لا ماتيير كتبت مزروبة راه خاطر ما عادش بكري فهمنا باش نكمل نحب نكمل اليوم الكور وتبداو أنتم فاهمين فهمنا سي بون بالنسبة للأفانسمون مربوطة بالكونتي دو ماتيير كل مرة باش تنقص من الرياكتيف وباش تزيد في السيلوجيك معناها باش تزيد في لي برودوي مفهومة؟ سي بون؟ هذه هي معناها شنو الأفانسمون؟ مفهوم الكل؟ سي بون؟ مفهوم معناها كونتي دو ماتيير تري بيان دونك الأفانسمون هي غاندور سيف نو غاندور نوتي اكس نوتي اكس هي كونتي دو لا ماتيير اكسبريمي اون مول يعني نعرفوها راهي اون مول ولي زونيتي ردوا بيك توا بالحق توا هاكم ناشفين باذن الله الباك لازمكم ردوا بيكم لي زونيتي راهو اونيتي تنساوها في الباك راهو يشطب ما يهموش راه سي بون بي مدام بالله محمد هاي نقبل مخ
Madame, le phase Rishnu et l'avancement, l'avancement en fonction de la quantité de la matière. هو كان عطاه لك من لود كونتي دو لا ماتير اون فونكسيون دو اكس بالمول كان عطاه لك بالكونسنتراسيون شنو باش تولي كونسنتراسيون شنو باش ناخذو انا انا نوعيه صحيتك معناها مولير معناها مول مولير بارلي ولا يقول لك مولاريتي رد بالك ثم رد بالك تخدمها بالكونسنتراسيون ماسي نو كان عطاك مثلا الماس نتاع رياكتيف عطاك ماس تاع رياكتيف باش تلوج على الكونسنتراسيون ماسيك ومن بعديك تبدلها بالكونسنتراسيون مولير شكون عنده بروبليم على الحكايه هذه ما عم يعرفش لي كونسنتراسيون ما يحشمش اما دا مثال اش عملنا الكل في عاده يفيد به الو خليني نعمل رابي مدام يا اخي مش هي عنا معناها فورمول واحده الكونسنتراسيون هي الماس على الماس مولير في فوليوم بيه بيه انا فهمتك هذيك ريلاسيون انت الكونسنتراسيون ماسي كونسنتراسيون مولير ويبدا واحد مثلا تربث انت في الدفوا ونسيها شنو يعمل انا كونسنتراسيون ماسيك اللي هي ماس سور فوليوم دونك هذه ان غرام هذي ان لتر دونك نعرف كونسنتراسيون غرام بار لتر مريقلة بي حاجة أخرى كونسنتراسيون مولير هاك انديس ان اللي هي نومبر دو مول ان سور في صحيح اللي هي مول سكر الميكرو هذي سكر الميكرو فما شكون مش حاط الميكرو علاش الصوت هذا اللي يطلع بي والفوليوم ان لتر بي بالنسبة للرياكسيون بالنسبة كي يقول لك احسب لي الكونسنتراسيون حط في بالك راهو باش يخدم بال هذي الحكاية هذي بالكونسنتراسيون مولير أي رياكسيون في التابلو دون بعديك تو نحكيو عليه التابلو دون بعديك نعرفوها لافونسمون كيفاش أما افهموا لي توا لي فورمول هذوما كهاو باهي من بعد عنا غولاسيون مثلا أنتر الكونسنتراسيون ماسيك كونسنتراسيون مولير اللي هي شنو اللي باش تربطهم اللي هي عندنا ال n هي النومبر اللي هي النومبر دو مول اللي هي الماس على الماس مولير مريقلة هذه بالنسبة للسوليد والليكيد صح اللي وي مدام قريناها هذوما في ال فما شكون كتب على التابلو هذه أول إنذار ثاني إنذار نسكر السيونس أوكي بالنسبة عندنا واحدة أخرى بالنسبة للغاز اللي هي الفوليوم على الفوليوم مولير الفوليوم على الفوليوم مولير مدام للغاز بالنسبة لجماعة الغاز أوكي مريقلة هذوما ردوا بالكم تنسيوها للعام الجاي شوف العام الجاي العام الجاي ردوا بالكم تنسيوها دونك من توا تعملوا انتوما فيش تكتبوا في فورمول الكل اللي تعرفوهم الكل خاصة هذوما شفت خاصة هذه هذا البارتي هذه ردوا بالكم منها ما تنساوش مريقل ب فما بالنسبة الغولاسيون بين الكونسنتراسيون ماسيك كونسنتراسيون مولير دونك انا باش نعمل نبدا بالكونسنتراسيون مولير اللي هي الان اللي هي باش نبدلها بالماس على الماس مولير سور الفوليو مولير دونك الماس هي الماس مولير و الفوليو مريقلة هذوما هذي الفورمول انتر الكونسنتراسيون ماسيك والكونسنتراسيون مولير نجم هو يعطيك مثلا الرياكتيف مثلا بالنسبة للرياكتيف يعطيك الماس ويعطيك الفوليوم نتاعه ويعطيك الماس مولير دونك انت باش تخدم انت بالفورمول هذه بالفورمول الثالثة الفير هذه اوكي كان عطاك مثلا نومبر دو مول كونتي دو لا ماتيير اون مول ديما اغزر شو اغزر ديما لونيتي تعرف انت على شنو هو تلوج شنو هو عندك اغزر لونيتي مثلا مول تعرفها كونتي دو لا ماتيير
كان غرام في الشيمي راهو بالغرام ماس في الشيمي راهي بالغرام في الفيزيك شنو بالكيلوغرام هذه فهمنا فيها في الحصص الاخرين فهمنا فيها مريقله ردوا بيك مثلا يعطيك انت الماس بالنسبه لاي غير مثلا رياكتيف ولا برودوي اون كيلوغرام باش بدلها بالغرام مريقل بي طبيا بي الوغ نبدا توا في الخدمه نتاعنا في الصحيح بالنسبه للدرس هذا دونك باش نحكيو على النوسيون دافونسمون نوسيون دافونسمون هاي باش نكتبها باش يكون الكور واضح مريقل بي قلنا ان هي كونتيتي باش تنقص في الرياكتيف في الرياكتيف باش تنقص هذه هو شنو يعني افونسمون هي قلنا عليها راهي ان فونكسيون دو اكس اللي قلنا عليها الاكس اللي هي شنو اللي هي اكس اللي هي نومبر دو مول والا لا كونتيتي دو لا ماتير كونتيتي دو ماتير تري بيان كاين عطاه لك شوف فما افونسمون يا اما ان فونكسيون دو اكس يا اما ان فونكسيون دو ايغريك شوف ان فونكسيون دو ايغريك مع شنو ايغريك معناها كي تلقى كلمه ايغريك قال لك انت افونسمون فوليميك افونسمون فوليميك راهي باش تخدم بالكونسنتراسيون كونسنتراسيون مولير معناها بالمول بار ليتر اه نعطيكم في ليزاستيوس كاين قال لك افونسمون avancement قولوا راهي هايك ان فونكسيون دو اكس يعطيه لك كي نقول لك avancement volumique avancement volumique مدام بلي فاست الاغريك ما فهمتهاش نعرف نقول لك سي بون تبقى بركه ملي نشوف مدام صوت متقطع ما سمعنيكش يمكن كونيكسيون يمكن كونيكسيون صوت مش واضح تسمع فيا لي تسمع فيا ياسين سهي ليه مدام صوتكم تقطع انا مره كل مره كيفاش مدام بلي قبل سهي كيفاش شي ما كنت بي بي تقعد على الريت خلينا نشوف الصوت بيه بالنسبه لتو فاهمينا سي بون مدام بلي عاود انا مدام لي غريغ هذيك تاكل الميكرو بارتي الاخرانيه ايه يا ولدي بي طيب بي سي بون بي تاو تسمعوا فيا سي بون تاو مريقلة اي سي بون مدام تاو صافا اي سي بون بريق اوكي بي بالنسبة كلمة افونسمون افونسمون نعرفوها معنى شنو تاو عرفناها تاو الافونسمون هي شنو ما يهمكش بالاكس وبالاي فيها معنى شنو افونسمون قلكم صافا في الافونسمون معناها مدام الافونسمون معناها الكونتي دو ماتير كيفاش تبدل اذا نقصت ولا زادت وكذا شنو نقصد صحيح صحيح برافو صحيح مش تنقص هي صحيح تنقص في الرياكتيف صحيح باش تنقص في الرياكتيف وباش معناها تزيد في البرودوي في البرودوي في دو لا رياكسيون صحيح معناها تفهمها معناها يعني هذه مدام باش يعاوننا باش ما عادش نرجع اني يعني للورقه ونشوف ايش عندي وايش ما عنديش كل شيء مصبوب في وسط بلو سميناه تابلو دافونسمون كهو صحيح برافو صحيح من لو كان قال لك افونسمون وقال لك جبد لك كونتيتي دو لا ماتير معناها راك باش تخدم انت باش تخدم بالاكس اكس اللي قلنا عليها اكس اللي هي كونتيتي دو لا ماتير امول كان قال لك افونسمون فوليميك كان قال لك افونسمون فوليميك راك باش تخدم باغري اللي هي ترمز الاغري ترمز بالكونسنتراسيون مولير مريقل اللي ما فهمش مريقلة اي مدام عاد الكونسنتراسيون مولير نجم نتصرف فيها بالفوليوم والا بالماس والا بالنمبر دو مول كيما قلنا قبيله مفهومه توا شنو الفرق بين بين الافونسمون اكس والافونسمون فوليميك البقيه سافا يعني نجم باغ اكزومبل باش نطيح في الكونسنتراسيون وي اي بيان سور كيما نفس ما تنفعش نعاود لي مساج شكون سامحني قولي على اسمك ايا افونسمون فوليميك بي
يجمع عرجو سكروا الميكرو الصوت بدا يرجع يقطره بي سي بون طيق بي بالنسبة اللي سألتني تاو كلكم تسكروا الميكرو وتقعد اللي سألتني نسمع في حاجة نسمع فيك ياسين ياسين نسمع ياسين سي بون تسمع فيا انتم كلها نسمع فيك مدام اوكي نعديها ظهر للسيان تسمع تسمع فيا ما كنتش تسمع فيا بي هاي بي سنعود اخر مرة هذه بالنسبة لافونسمون L'avancement, ta réaction, quantité, les réactifs, attaque, mais le réactif, attaque, des réactifs, mais je trouve, qui fait chier les produits, les nouveaux corps, les espèces chimiques, les quantités, mais je trouve, ainsi, les produits. Et d'ailleurs, je trouve, c'est un avancement. Amahoua, il y a une attaque, exercice, avancement, en fonction de X, en fonction de X. تعرف انت في التابلو او نكتبوه نخدموه التابلو اما حط في بالك راك انت باش تنقص بالاكس باش تنقص في الكونتيتي دو لا ماتير باش تنقص بالكونتيتي دو لا ماتير كان قال لك افونسمون فوليميك باش تنقص في شنو في الكونسونطراسيون لي زيغريك صحيت باش تنقص في الكونسونطراسيون هذا هو شنو الفرق بين افونسمون اكس افونسمون فوليميك الاي مريجل L'avancement X, je n'ai pas la quantité de matière en mol. Ça y est, comme elle. L'avancement volumique, je n'ai pas la concentration. Ça va? Ça va. Ça va, madame. X, quantité de matière. Ça y est, madame. Ça y est. Oui, nous sommes fiers. X quantité de matière ou les grecs n'ont pas de concentration. Bravo, صحيح. صحيح. Bravo. Mariegel Tawa. Madame. Oui, madame. Oui. Madame, juste un conseil de la salle. Je vais vous montrer. Madame, je ne sais pas. Je vais vous montrer. 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 في الجروب لا احط لهم الكود حط لهم الكود وخليه يدخلوا انا قبل حط لهم الكود حتى ما نجمش ندخل طبعا على الفيسبوك هي مريك لا اي وي اي وي اي بيه مدام دابا مدام مدام بغيت باش نسالك شنو هي لا كيسيون اديكوات اللي تخليني نجاوب بالنوسيون دافونسمون ولا بالفاز هذين تاع الاكس ولي غريك شنو باش يسالني يعني هو في الدفوار ولا في التابلو كي يجبد لك حكايه دريسي لو تابلو باش تكتب التابلو باش ترسمه باش تحط شنو هو الرياكسيون يقول لك انت من الاول من الاول يقول لك راك باش تخدم بالاكس بالكونتي دو لا ماتير كان قال لك انت من الاول راك باش تخدم بالكونسونطراسيون مولير راه كونسونطراسيون مولير هاكا سي بون راك باش تخدم انت بالتابلو كله التابلو كله باش تخدمه بالكونسونطراسيون بالكونسونطراسيون مش بالكونتي دو لا ماتير تفهموا الكلامي تفهموه بشوي بشوي بلي قال بي بي ان شاء الله بي تري بيان بي توف نفهمكم انا معناها الشيماتيك ومن بعد تو نكتبوا التابلو ونصوروكم في الاخر التابلو ركزوا معايا توا كيفاش باش نفهموا التابلو بي مريك بي بالنسبه بي توا مثلا خذيت انا مثلا خذيت كيلو كونتيتي de A. Une quantité de A réagit avec quantité de B. Sacre micro, la wet. Une quantité de B. Bechtatina. Nouveau de corps, des corps. Il y a huma, schkoun, mathalan. Il y a huma, schnau, haram, le vert. Il y a vert. Ou le B. Rigole. اها انا شفت انت قبل ما نبدا في قبل ما يطلعوا هذوما قبل ما تطلع البرودوي باش تتعدى على ثلاثة مراحل اللي ايتا انيسيال اللي هو شنو ايتا انيسيال مازال ما بديتش مازال ما فهمي ما ظهروش سمعت البرودوي مازال ما ظهروش مازال ما ظهروش صحيح فهمنا ولا لا ايتا انيسيال من الاول مازال ما صارش فماش حتى حاجه Est-ce que ça m'a produit Je ne sais pas si je produis, mais
الليتا انيسيال مازال ما ظهرش مازال ما ظهرش من الاول الركوع يعني صحيح مريقله باهي عرفتي معناتها شو كيفاش نعمل هكاك تخدم معناها باللوجيك تخدم باللوجيك باهي هاو التابلو شو كيفاش نعمل شو ايتا انيسيال هذه الليتا هذه الليتا انيسيال هذه الليتا انيسيال عندك عطا كونتيتي كونتيتي انيسيال شنو قلت لي ب تي ايغال زيرو صحيح تي ايغال زيرو معناها مازال ما صار حتى شيء اها مازال ما صار حتى شيء ب ركز معي الاعطاه لي كونتيتي عطاه لي كونتي دو لا ماتير هاي ايتا انيسيال معناها كونتي دو لا ماتير انيسيال دو ا مريقله من الاول عطاه لك بيان سور معناها كونتيتي عطيت لك هنا هاي كونتيتي اون كونتيتي دو ا لو رياكتيف ا مريقله ب وبالنسبه للب اعطاني كونتيتي بالنسبه للب مريقله لوجي ب اسكو فما صار فما رياكسيون هوني اسكو فما صار فما نو معناها زيرو الحكم اللو مريقله شنو نقولوا با زيرو زيرو معناها ما صارتش ترانسفورماسيون ما صارتش مازال ما صارتش لي كوف مازالو ما رياجيوش صحيح تري بيان شك شفت انت يا هذه ملو ديزولي ب بالنسبه شاك كاز اهو الكاز مثلا ان اي اهو النومبر دو مول كونت دو لا ماتير انيسيال فهمنا كل كاز باش تحط فيها كونت دو لا ماتير كيما انا شفت انا حطيت كونت دو لا ماتير معناها باش تخدم بان افونسمون انا بالاكس ولا بالاي بالاكس تري بيان ب كان عطاني لهنا كونسونطراسيون عليه مدام عليه ب اوكي تنخدم تري بيان ركز معايا انا شنو عطيت من الاول عطيت دو كونتيتي دو لا ماتير ولا عطيت كونسونطراسيون تاع رياكتيف كونتيتي دو لا ماتير كونتيتي دو لا ماتير معناها شنو افونسمون ناخذها اكس ولا اي اكس تري بيان ب كان عطاني كونسونطراسيون شنو نستعمل افونسمون شنو اي برافو صحيح مريقل دا ب تو فما ايتا اخر ايتا انترميديير مدام قبل ما نتعدي ايتا هيك شنو النوتاسيون تاع الافونسمون سوا اكس ولا ايغريك شنو قلتي سامحني عنده نوتاسيون الافونسمون هذا كيما الكونتيتي دو مول نقبلها هاي اكس هاي الاكس الافونسمون النوتاسيون هي الX كي يبدا عن كونتيتي دو ماتير والY كي تبدا عن كونسنتراسيون تري بيان برافو صحيح ب مريقل توا سي بون مريقل سي بون تبدا توا بديت لي كونتيتي دو ا والكونتيتي دو بي باش توا باش يتفاعل دي ويتفاعل شفت كلمه دي تتفاعل دي دونك وخلي تبدا تي